حابب انه يعني لاقي بيت ارتاح فيه، حياة آمنة ارتاح، لانه كلها مخاطر هون، في مخاطرة كتير هون. لازم يكون عندي بيت، لازم يكون عندي عمل لحتى اعيش. بصواريخ كاتيوشا على مدينة دوما. عندي اختين بنات وشابين، واحد في سوريا وواحد في لبنان، واثنين بنات في لبنان بيشتغلوا. اخوي الكبير بيشتغل بلبنان، متجوز، عنده طفلين، بنت وصبي. عشت طفولتي مع والدتي، كبرت سنة ورا سنة، وهي ساعدتني بالحياة وكبرتني وعلمتني. انا بحب كنت هذا الشعور، الآن فقدتها. بكل ما بتذكرهم بصير قلبي بيجعني من جوا. يو بوماغو بورت ساعدت عيلتك؟ ساعدت عيلتك حالك؟ أنا؟ نعم، أنا ساعدت عيلتي، عملت، اشتغلت من كنت أنا صغير. أخي الصغير أنا حضرت له ولادته، في كان في ثلج ومطر قوي، وولد في منطقتنا، كنا مبسوطين كتير فيه. اللي مات 7 سنين. الله يسلم بابي. فجأة صار انفجار، صار انفجار بيتنا، بيتنا انفجر. أنا كبيت حالي من بلكون من الطابق الأول، ومسكت شريط كهرباء ونزلت بالمي وتكهربت، وأخذوني على المستشفى، وكنت غاب عن الوعي. ضليت بالمستشفى بعناية مشددة 24 ساعة، وبالمشفى ضليت تقريبا 17 يوم. الكهرباء فادت فجرت جسمي، ضربت من هون من هون ومن رجلي. أنا أول ما جيت على البوسنة على الكامب، فت على الكامب، استغربت كتير، صار عندي حالة نفسية، تعبت لما أقلمت مع العالم، لأنه عالم غير عاداتنا، غير تقاليدنا. استغربت كتير، انصدمت كتير، بعدين شوي شوي صرت أخذ وأعطي مع العالم، وصار في بيناتنا أخذ وأعطى، في صار منهم أصحاب. في هذه الحياة ما بتذكر شيء إلا بتذكر والدتي. يعني لو يرجع فينا الزمن لرجع لسكن في بيت واحد. أنا علي من سوريا، من حلب.